في 23 من نيسان، أي قبل أيام، ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين أمثال ويليام شكسبير وغارتي لاسو دي لا فيغا. هذا التاريخ يعتبر تاريخاً رمزياً في عالم الأدب، ولهذا قررت اليونسكو عام 1995 اعتباره يوماً عالمياً للكتاب. وهنا كركوك، نبع الثقافة والإبداع والإصدارات المتجددة، ومن خلال شبابها المثقفين أقاموا احتفالية بهذا اليوم متضمنة عدداً من الفعاليات، من بينها توقيع مجموعة من الكتب. ردنا أنه نحتفي أو نسلط الضوء على كتاب كركوك. بالسابق نسمع شعارات كركوك تقرأ كركوك تقرأ، لكن اليوم أثبتنا فعلاً أنه كركوك تقرأ، والدليل الحضور اللي موجود. كركوك تحتاج إيش محافل؟ ممكن أقتبس عن الدكتور عبد الكريم خليفة من قال إنه كركوك غنية بآبار النفط فهو جاهل، كركوك غنية بآبار العلم والمعرفة. مؤلفة كتاب حبوب السعادة، هو كتاب تنمية بشرية، كتب بأسلوب بسيط حتى يكون واضح للقارئ، هو يضم مواضيع عدة، ومؤلفة أيضا لرواية حياكة قدر. حياكة قدر رواية اجتماعية تتكلم عن الحب والانتقام. رواية حياكة قدر أهم مواضيع، أهم عناصرها الإثارة والتشويق. الاحتفال عزز الجانب الموسيقي والغنائي، وكذلك تناول مقابلة نقاشية أكد من خلالها التأثير النفسي للكتاب على القارئ. الندوة الحوارية كانت هو التأثير النفسي للكتاب، وبالتأكيد احنا لدينا علاج خاص هو العلاج بالقراءة، وأصبحت العلاجات النفسية لها اتصال وثيق لأنه كثير من الأمراض، منها الثقة بالنفس، صعوبة التواصل الاجتماعي، الإشكال بالساعة البيولوجية، كلها القراءة قادرة على العلاجات بهذه الصورة. حبينا هنا نقدم فقرة رسم والموسيقى. أنا كرسام رسمت هنا رسم مباشر قدام الناس، وعندنا هم فقرة موسيقى أستاذ محمد هم ويانا قدم لنا عزف بالجيتار وغناء أيضا أستاذ يوسف. شهد الاحتفال حضورا جماهيريا مثقفا مشجعا على القراءة وأهمية الكتاب في حياة الإنسان. إن الحياة هي عبارة عن كتاب، ومن لا يقرأ لا يضم وعاءه بالثقافة ولا يروي روافده بالثقافة. نتمنى من كركوك أن تبقى منتجة للثقافة. أسيل الربيعي لبرنامج صباح الخير يا عراق، كركوك.